مرحبا بكم في فيديو جديد في مكاسار. حنا مازالين في هذه المدينه، وكما قلت لكم في الفيديو الفايت، هذه المدينه معروفه باكل الشوارع حيت عندهم واحد المطبخ خاص بهم مختلف على بزاف د البلايص اخرين في اندونيسيا. هادشي علاش كان ضروري نصور لكم هذا الفيديو ونقربكم من المطبخ ديالهم ونشوفوا بعض الاكلات اللي معروفين عندهم هنايا. واو ما شاء الله. عقلي باش يتقبل هذه الفكره ان هذا الدجاج مابقاش عندي الشناية باش نهضر، مابقاش عندي هاد العظام هادو اللي عطينا شحال ساويين. ولكن قبل ما نبداو، وهاد الحاجه لاحظتها في هاد اليومين هادي اللي دوزت في مكاسر هي ان الاشكال ديال المساجد عندهم مختلفين بزاف. عندهم واحد المساجد راه كتقول غايه سلام، بحال هذا اللي مورايا هنايا. هاد المسجد معروف بالسميه ديال مسجد 99 قبه، مصنوع من 99 قبه، واحد الديكور اللي عمرني شفتو شي بلاد اخرى. ماشي غير هاد المسجد هذا اللي فيه هاد الديكور هذا، ولكن بزاف ديال المساجد هنايا كتلقى فيهم ديكورات مختلفين. وكي دابا الاخوان نبداو بالاكله رقم واحد، سميتها كوتو مكاسر، نسبه لهاد المدينه واحده من اشهر الاكلات عندهم هنايا في سولاويسي وبخصوص هنا في مكاسر. هذا هو المحل اللي غادي ناكل فيه، واحد من اشهر المطاعم اللي كيبيعوا هاد الاكله هذه. كاين واحد اخر لقيت هذا هو اللي قريب ليا. هنايا في مكاسر معروفين بواحد الحاجة كيديروها الروز، كيجمعو فواحد الحاجة كتسمى بوراصة، هادي هي الطريقة باش كتقد، كيجمع الروز كيخويه في هاد اللعيبات هادو، هادو مصاوبين بوراق ديال الكوكونات، وهادو هنايا وراق ديال البنان، كيحطوهم هنايا وكيغليوهم واحد المدة معينة، حيت كيطيب كيحطوه هنايا، وكيبقاو يعطيوه للكليان، كيعطيوك جوج من هنايا وجوج من هنايا. هنا الخوت كتكمل العملية، كيقطعو الكرشة وكيزيدو عليها الكبدة والرية، وكيزيدو عليها شوية طرفة ديال اللحم. وكيخلطوا هادشي وكيطيبوا. هما المقادير ديال هاد الاكله هادي، كيخلطوا هادشي كامل، هنا كيزيد ليها الكبده، عشان كتلقى المذاق واحد المذاق اللي اسطوري. واحد الكمية كبيرة ديال اللحم. واو ما شاء الله. هادي الكرشة الخوت، الكرشة والكبدة كيطيبوها بواحد الكمية كبيرة حيت عندهم الكريان بزاف. شحال ديال الناس كاين في هذا المطعم باش تعرفوا مشروب، وهاد الاكله هادي معروفه عندهم هنايا. المهم هذا كوتو مكاسر شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها سبرينغ اونيون، بصله خضراء، كيكون فيها لحم البقري، كيكون فيها الكبده، الريه، كيعطيوك حتى البصله هادي، بصله اللي خضراء وبصله اللي مقليه وكيبسوها، هادي كثير عندهم هنايا في اندونيسيا. اوكي دابا حان وقت التذوق، نتذوق هاد الشيء، نخلطوا هاد الشيء مزيان ونشوفوا كيفاش داير. بسم الله. عشرة بغيت نعطيكم واحد الوصف على المذاق، ولكن ما بغيتش نقول لكم راه ناضي حيت شي حاجه اكثر من ناضي. والله الا واحد الاكله اللي ناضيه صراحه، قلت لكم ناضي عاوتاني. غير بغيت نعطيكم التقييم ديالي، غادي نعطيكم 10 على 10. نزيدو لها شويه دابا هاد البصله هادي، وخا ديجا بعدا فيها شويه، نزيدو لها هاد البصله ديالي مقليه وبصله اللي خضراء. ترى ما يمكنش الاخوان واحد المذاق ما شاء الله. وهادشي مازال لاصوص، مازال هاد الرز اللي عطاوني غير المذاق دايره. هذا هو اللي قلت لكم كيسميوها بوراصه، شو هاد البوراصه هادي كيفاش دايره، كتبان معلكه شويه، بان لي بحال ستيكي رايس، ولكن هو كما قالت لي قبيله هاد الاخت اللي مورايا قالت لي انها ار يو شور ذيس از نوت ستيكي رايس، اتس ستيكي رايس. Maybe like pizza like that. But in another way. هذا كثير عندهم هاد ستيكي رايس كما قلت لكم في الفيديو الفايت، على قلت واحد الرز معجن لذيذ، ولكن قالت لي هذه ماشي ذاك النورمال، هذا واقيلا كيطيبوا بواحد الطريقه اخرى مختلفه. المهم معروف هنايا انهم كياكلوا مع بزاف الاكلات، ناكلوا مع هذا كوتو مكاسر. عند الصح هذا واقيلا مختلف شويه حيت بانت لي فيه الريحه ديال اولا المذاق ديال الكوكونات، واقيلا كيطيبوه في الحليب ديال الكوكونات.
What is this? Chili? Is it spicy? Yeah, yeah. Oh. It's not too spicy perfect. But for you, yeah. But for me, it's spicy. Yeah, very spicy. قال لي هذه صوص ولكن قال لي ماشي حارة. أنا قلت لي حار ماشي حارة بالنسبة لك أنت. أوكي نجربو. حتى الإمتى حنا غادي يبقى يخلعنا الحار. هذا الحار معذور ما حارش بزاف. It's not that spicy. Not that spicي هي. ذاك الحار يكون مخلط مع الحام. ده هو الحار اللي كده بنيانة. The spicy is not correct. Not correct. Yeah. Okay. So with rice. قال لي الحار ما كنخلطوش مع الكوت حيت ما كيديروش هذا الشيء هنايا وانما كنخلطو مع الرز ما كيديروه هنا انكل اكاسي مانتاب مانتاب هذا من احسن الاكلات اللي كليتها هنا ماشي هنا في اندونيسيا في الرحله ديالي كامله في هاد اسيا هذه هنايا ما غتلقاش غير الاكل الاندونيسي تقدر تلقى شي حوايج جايبينهم من دول اخرى مثلا هنايا كاين عندهم الشاي التركي ولكن هاد الفيديو هذا خاص بالاكل الاندونيسي هنايا في مكسر ونفس ولاويزي عشان غادي نجربو غا تقريبا 6 د الاكلات ولا 7 اللي مختصه بهم هذه المدينه هذه هذه هي الاكله الثانيه ديالنا الاخوان اللي سميتها ميتيتي ما اكلتيها نطقها هو عندك خيار يا اما تاخذها بالدجاج ولا بالسيفود انا بما انه الدجاج كنشريو بزاف د المرات قررت ناخذها بالسيفود واقيلا ميكساو كتلقى فيها النودلز كتلقى فيها واحد القطع صغار ديال الخيار كتلقى فيها هاد الخضار هادو ولكن المشكله بان لي هاد النودلز هادو ما عرفتش واش هكا تيعطيوهم حيت بان لي هادشي عندهم يابس اش بحال يلا كتشري الشعريه ما طيباش هذا هو الديكور وقال لك تاكلوها هما المهم الميكسي وهادشي كامل ولكن هذه اللي هي اللي ما عرفتش هاد العجينه هذه ما عرفتش شنو هي باش كنت كنبحث على هاد الاكله عمرني صادفت شي واحد كيهضر على هاد العجينه هذه نجربوا هاد العجب هو اول حاجه هو بحال اللحم ولكن ماشي لحم الشحمه وقال لي شي حاجه حيت ما يكونوا كلنا هادو الشحمه ديال الخنزير Hello, sorry. What is this? Huh? Orange. What is it? Meat? Yeah. Ah. No. Vegetable? Okay. المهم قالت لي ماشي لحم ماشي خضار لا ما عرفتش ناس الشحمه ديال شي حاجه هذه واقيله غنشوف هذه اللي كتهضر Hello. Yeah. Sorry, what is this? Chicken. Chicken. Ah, okay. انا قلت لهم ما يخلطوش لي قلت لهم يعطوني ديال السيفود ولكن خلطوه لي كنقول لكم انه هو راه بحال اللحم ولكن ما تخيلش يكون دجاج يعجب المهم غير ما يكونش ديال الخنزير هذا هو المهم دابا غادي نجرب هاد الشعريه هادي كيفوروها وكيخليها تيبس باش كتولي ساهله انك تاكلها واحد الحاجه الخوت لاحظتها ملي كناكل السيفود كتسدنوا واحد الحكه هنايا ما عرفتش واش شي واحد عنده نفس المشكل المهم الا كان شي واحد عنده نفس المشكل ولا لا الحكايه الخوت ديما كيوقع لي هادشي ملي كنكون السيفود المهم الا كان شي واحد عنده فكره على هادشي هذا شنو هما الاسباب وشنو هما الحلول الا كانوا الحلول قولها لينا ما كاينين صافي نعتزلوا السيفود ما بقاش نقص لي انايا كاع المهم نجربوا هاد الشعريه هادي بسم الله سهله تاكلها خصوصا فاش كيزيدوا عليها هاد الصوص هادي وهادشي كامل كتولي ملعكه كتقدر تاكلها بكل سهوله بالنسبه للمذاق صراحه مذاق ناضح حتى هو هذا الشيء اللي غادي نقول بما ان هاد الاكلات معروفين اصلا المطبخ ديال هاد المدينه هادو ديال هاد الجزيره معروف انه بنين علاش يعني ما غاديش تتوقعني نقول لكم راه حاجه خايبه غا كنبارطاجي معكم الاكلات ديالهم والمكونات اللي كيحطوا فيها فيها حتى الاوماليط عاد شفتو عاد بان لي دابا عرفت واخا قالت لي هاد الاخت بلي هذا راه دجاج ماشي شي حاجه اخرى ولكن عقلي ما بغاش يتقبل هاد الفكره ان هذا دجاج ما يمكنش الخوت ما فيهش المذاق ديال الدجاج واحد المذاق اخر مختلف بحال الشحمه ديال شي حاجه المهم ذنوبهم على راسهم الا كلونا شي حاجه الخوت المهم علاش نكملوا هاد الاكله واخا صراحه كتقهم هي زوينه ولذيذه ولكن هاد الصوص ديالها كتقهم اش
جينا لواحد المطعم هنا واحد من اقدم المطاعم واشهرها لان عندهم واحد الاكله كيحطوا فيها واحد الصوص اللي بشكل هذا هو المطعم غادي نمشيو نكتشفوا ديك الاكله اللي عندهم وعلاش معروفه وغادي نشوفوا الطريقه باش كيحضروها Sahara. I live before the Sahara Desert. It's Mirzouga, right? Yeah, Mirzouga. I went there. So, there is a city before Mirzouga. Yeah, Mirzouga. They call it Mirzouga. And Rissani? It's from Morocco. Assalamu alaikum. Mirzouga. How are you? We went there. The camera, right? The camera. Yeah. Mashallah. How alaikum, Akhi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. We went to. Did you like Morocco? Yeah, really. Come back there. Nice, nice. You are welcome there. If you come to my hometown, you are welcome. Yes? Yeah. Okay. I would like to know your channel, yes? Yeah, yeah, okay. Okay. Cool. المهم شنو كيديروا هنايا؟ أول حاجة كيغليوا هذا اللحم مزيان، كيغليوا حتى كيطيب مزيان. ومن بعد كيشويوه هنايا تقريبا واحد 5 دقائق، ومن بعد كيحطوا في هذه الصوص هذه، هذه الصوص هذه حلوة وحارة في نفس الوقت، حيت كيحطوا فيها البالم شوغر، واحد السكر ديال واحد النخل المعروف عندهم هنايا، وكيحطوا فيها الحار طبعا. كيحطوا فيها قزبور مطحون. We are in Conroe Karebosi. So this restaurant is the famous one because our president he ate also here with his wife and family and also all the celebrities, artists from Indonesia, from Morocco. Yeah, also from Morocco, also from the Netherlands. I live in the Netherlands. Everybody wants to come here because it's a very famous one. It's the best one in the town. This is mine? Yes. الريستوران هذا مختص في اللحم ديال الضلع كيفما كتشوفوا كيطبخوا اللحم هنايا كيطبخوه مزيان. If you come to Makassar and you don't come here, it's like that you don't come to Makassar. الأكلة دينا الخوت What do you call this? بكر؟ Yes كونور بكر؟ بكر كونور بكر وقيلا كتعني بالبهاصة ولا باللغة ديالهم هنايا كتعني الضلع ديال البقر هادشي اللي فهمت وقيلا المهم كيفما كتشوفوا هذا هو الطبق النهائي ديالنا كيزيدوا عليه هاد الصوص هذه ديال البينات باتر الفول السوداني الله ما يكونش فيه غير عمار حيت كيفما قلت لكم هي الضلعة مع كتكون طيبة وكيزيدوا عليها الصوص هذه ما كتعرف لا من العظم ولا من ناخذوا هذه بسم الله جلدة قلت لكم انه كتبقى تعرف لا من اللحم لا من الجلدة لا من العظم الترونات عندها الخوت شوفوا على حلاوتكم الترونات عندي المهم بالنسبة للمذاق انا صراحة تخيلتها غادي تكون حارة مع دوك اللي كيزيدوا والروينة داك الشيء القهوي غادي يكون هادشي حارة ولكن الطعم ديال البينات بادر ديال الخوت السوداني صراحة طاغي على داك الشيء اللي حار ولكن محض مذاق ليزوين كتلقى فيه كتحس بزاف ديال المذاقات طبعا المذاق ديال اللحم وفاش كيكون مطبوخ ومشوي عاوتاني يكون واحد المذاق ليزوين كتزيد عليه الصوص ديال الفول السوداني شويه ديال كتلقى المذاق ديال القزبور الريحه ديال السبايسز صراحه واحد الكومبينيشن واحد الخليط اللي ناضي صراحه هذا اش نقول لكم الخوت الا جيتي تاكل هنايا غا هو الحال كتولي حالو مع العظم هذوك كتبدا اللحم كيكون عامر بلا صوص عرفتي فاش كتجبد شي استيك كتجيب فاك كتجي ديك الصوص كتجي في وجهك في صباعك كترول لكم هاد الصوص هادي هي احسن حاجه في هادشي كامل بالنسبه للحم كيبقى واحد الطعم اللي واحد المذاق اللي متعود عليه وانما هاد الصوص هادي اللي مخلطين فيها بزاف ديال الحوايج بغيتني اكثر من ما عجبني اللحم ديالو هاك المشكله فيها عظم صغار كثرت البال What is this? تشيز يلا خوت هذا الخوت عنده شي ياكلها هنايا وما عرفتش شنو هي ولكن فيها ريحة الجبن كيف ما قلت لكم عنده هنا زبدة أنا صراحة كنت في طريقي باش نجرب واحد الأكلة أخرى من بعد ما كيد دوك العظام قلت مشينا ناكل شي حاجة سويت شي حاجة نحلو بها وبان لي هذا خونا هذا في الطريق كيبيع شي حاجة ديكور تقليدي كيطيب بالحطب وداك الشيء عنده نورمال داك الشيء عادي كيترزق بيه الله اي ايت هيري قلت ليه غاعطيني غادي ناكلها ديريكت هنا قلت انا غنجرب ولكن صراحه فيها الجبن ونضرب الجبن من بعد ما كليت داك اللحم جاب الله صغيره ما كبيراش اوه هذا الشيء مازال سخون يلا طيب ايت فيري هوت هوت هوت
هذه الطريقه باش كيطيب هادشي ممكن نجربوها نجربو بسم الله اجمل الخوت هذا هو الشكل ديالها عرفتوا المذاق اللي فيها بحال فاش كتجيب واحد الخبزه مازال سخونه وكتحط فيها شي جوج فرماجات ولا ثلاثه يعني واحد الخبز صغير ولكن فيه واحد الكميه كبيره ديال الفرماج هذا هو المذاق اللي فيها ولكن كاينه شويه ديال الحلاوه وقيله كان في ديك العجينه اللي وريتكم قبيله كي خويا هنايا اوكي دابا وصلت لواحد البلاصه اللي كيبيعوا فيها واحد الديسير اللي معروف عندهم هنايا هذه هي البلاصه هو المينيو ديالو جيم ديسوان اوكي باي هذا هو الشكل في التواصل هنا الخوت جاب الله المينيو بعدا فيه التصاور تقريبا تصوير بيسانغ ايجو بيسانغ ايجو رايت سميتها بيسانغ ايجو المهم هاد الاكله مصنوعه من الارز المطبوخ كيكون مطبوخ في حليب داك الكونات وكيزدوا عليه هذا السير وهذا الاحمر اللي كيتسمى بدي اتش تي وكيكون فيها واحد الحبه ثقله ديال البنان وكيكون فيها واحد الكميه كبيره ديال الثلج كيف ما كتشوفوا معايا هنايا المهم كتخلط هادشي كامل وكتقصيه المهم نشوفوا هاد الديزير اللي معروف عندهم هنايا كيفاش المذاق ديالو وكنجربوا هادشي ديالهم دابا نخلطوا هادشي مزيان غادي مصوبينها من الروز كيف ما قلت لكم ولكن ما كتحش بالمذاق ديال الروز حيت طاغي عليه مذاق ديال الكوكونات وهاد السيرو الخضر هذا هاد الروز هذا الخوت فاش ما كتخلطوش مع هاد الثلج كيكون سخون حتى كتخلط هادشي مزيان تعرف كيعطيك واحد الكمية كبيرة ديال الثلج حيت هاد الروز هذا يلاه مطبوخ مازال سخون واو والله الا ناضي الخوت دابا نجربو هاد البنان هذا اللي ملوي شي حاجه خضراء صراحه ما عنديش عليها فكره صراحه المهم ندوقها ونشوف الا عرفت المذاق ديالها ولكن المهم الداخل كاين واحد القطع صغار ديال البان هادشي اللي خضر الاخوان كيشبه شويه الفلو واحد الفلو ولكن باسل ولكن الداخل ديالو كاين البان هادو لقيتين قدام الاوتيل اللي راني فيه السلام عليكم وعليكم السلام ابراهيم حسان ايم حسان ام ديدين ام ديدين سميتو عندي عندي برادر كوفي ليرينغ فروم مغافروكي دولو هذه القهوه حتى ندخلوها في الفيديو ديال ستريت فود كوفي فروم مكسر مكسر سي از مكسر كوفي كوفي مكسر اوكي صافي الخوت هذيك قال لك قهوه من مكسر بما انه هذا الفيديو على اكل الشوارع مكسر فادخلوا معها حتى القهوه هذه صافي باش انا بسم الله انت حافظ القران الحمد لله الحمد لله دايركت الجنه خمسه الجوز خمسه الجوز احزاب احزاب ما شاء الله مع الاخ حافظ خمسه ديال الاحزاب قال لك وحافظ كيقراو عليا سي مصطفى اللي شفتو معنا الفيديو فايت قرا اللغه العربيه في المعهد هذا كيقرا حيت كيقرا القران وحافظ حافظ القران ما شاء الله خمسه الابصار خويا المهم راه من قبيل وانا كنتسنى حيت بعدي هنا كانوا كيمسكونا عاد دابا سالو عاد بكين لي نهضر باش نعطيكم الراي ديالي في هاد الاكله هادو هما المكونات ديالها تيكون فيها بنان مشوي كيف ما وريتكم قبيله تيكون فيها جبن تيحكوا بهاد الطريقه وكيحطوا لك الشكلاط وكيحطوا فيها واحد الصوص اخرى نسات لي سميتها المهم كتكون مصابه من الحليب المهم هادو هما المكونات ديال هاد الاكله اللي كتسمى بيسانغ ايبي باش عرفوا الخوت الاسيويين تيحماقوا على الجبن كياكلوه
يقدروا يخلطوه مع الروز مع اي حاجه، دابا مخلطينه مع البنان والشكلاط. انا بالنسبه لي هذه اكله ديال الصباح، ولكن هو مخلينها الليل. هاد الاكله هذه كتبدا من 6 العشيه حتى 12 الليل، ما فهمتش هذا الخوف مخربط عادي. ماشي في الصباح بلاص ما ياكلوا شي حاجه حلوه كيقولوا شي حاجه حاره، وفي الليل تاكلوا هذه. المهم داكشي مختلف عندهم. بالنسبه لهاد الاكله هذه انا عطيتها 7/8/10 حيت بان لي الحلاوه ديال الشكلاط هذه زايده على البنان بزاف. بالنسبه للبنان ما كيحطوش فيه اي بنان، وانما كاين واحد الماركه ديال البنان خاصه كتكونش حلوه بزاف، عشان كيزيدوا لها الصوص اللي قلت لكم وكيزيدوا لها حتى الشكلاط. عام الصداع الخوت هنا. المهم عطيتكم الراي ديال فهاد الاكله باش ندوزوا لاخر وحده. هاد الورقه هذه كتبين فيها شنو عندي، ولكن انا خرجت لهم على الورقه ما عندي ما ندير لهم. عاطي لي هادشي اصلا تيفير بالشكلاط. المهم غادي يعقلوا حيت انا كاوري غادي يعقلوا عليا شنو شريت. هادي جولات الاكل اللي مفرفشه. I'm sorry. Yeah. نوريكم شحال ديال الناس عندهم هنايا. وندخل عاوتاني. هذا هو المحل اللي معروف عنده بهاد الاكله هذيك. كاينين بزاف الناس كيبيعوها في الجهه الاخرى، ولكن بزاف الناس كيجيو غير لهاد البلاصه ديريكت حيت هي اللي معروفه. واخيرا الخوت وصلنا للاكله الاخيره في هاد النهار هذا. كاين واحد النهار اللي طويل غادي نقسموا بعض الاكله هنايا، كيصبوها بواحد الطريقه تقليديه. هادي غادي تكون الاكله الاخيره ديالنا في هاد المحل هذا. هما الدراري اللي خدامين هنايا واخا دراري صغار، ولكن كيتقنوا داكشي ديالهم. وناري ناري شحال ديال الحارة الإخوان، ختامها نار ماشي ختامها مسك. كاين هاد النبتة هادي كيزيدها اللي كيسميها البور، واقيلا كتسمى بالبورو في المغرب. كيزيد لها شوية ديال الزيت اللي كيطيب فيها الدجاج، حيت هنايا الدجاج المقلي عنصر مهم عندهم هنايا. الدجاج حتى هو كيطحن بالحجره، عشان الخوت كيطحن بالحجره كيزيد مع هاد الخلطه هادي، وتحت كيزيد لك شويه ديال البينات باتر. كيعطيوك هاد السلطه الصغيره اللي فيه الماء باش تغسل صباع، وكيعطوك الروز. انا صراحه هي اللي ياكل شي روز اليوم، انتوما كتشوفوا شحال من الاكله كليت في نهار واحد. المهم كيعطوك هنا الماء والثلج، وهادو كيكونوا في اي طبله هنا في اندونيسيا. الا بغيتي تاكلو كل ما بغيتي صافي كيبقى هنا. هادو هما الصوص هادي ديال الصويا كيسميوها كيتشوب كيف ما شفنا في الفيديو الفايت. يدينا بالطريقه باش كيغسلو هما. اوكي توكلوا على الله ونشوفوا. غادي نحسموها بالنار الاخوان، متاكد هادشي غادي يكون حار. هذه هي النبته اللي قلت لكم كيتسمى بالبورو، كي كيتسمى بالبورو كي كيتسمى بالكرات. ناري 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 شحال حاره وناري، اقسم بالله الا حاره. وهذه وما محطوش منها، ما محطوش فوق منها الحار، غير شويه ديال الحار غنقز وجا فوق هاد النبته هادي وحاره. تخيلي معايا هادي كامله شحال غادي تكون حاره. انا قسمها بالبكاش غنديرو. انا بغيت ندوق الاكله كيف ما الناس يدوقوها. وعانات واو 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 بديت تنعرق. اوكي بسم الله. هذه هي يخ يخ عيني فيه. ناري 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 خطا مزيان باش هاد الحرارة نبقى نتكع عليكم ديما فيه في الفيديو. خاصك تواجد خاصك تواجد المرحبا بيا. هانتوما
ناري 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 ناري. هذا محط اللي الثلج وسط الماء غنشوفو. كيما عاد الصوص اخرى داك الشيء كون حار حتى هي. واش حاجه ناري ناري ناري. واش غادي يبان لكم شي دخان ولا غتيبان ليا؟ واش الدخان طالع من هنا ولا غتيبان ليا؟ واو 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 غادي نكملها. واو واو واش غادي نكمل اش غادي نكمل. هذا العجب واو تنحس بضريشة على فيه النار ماشي غير فمي. اوكي بنينة شو جهيد ناري تاكل هاد الشوت وجيت نعس ضعتي مبقاش عندي الشناية باش نهضر مبقاش عندي المهم هادشي اللي كاين كانت هادي هي نهاية الفيديو ديال ستريت فود هنايا في مكسار اللي عندهم واحد المطبخ كيما قلت لكم مختلف. كان واحد النهار اللي طويل وعابر بالاوكلاس ولكن النهايه كانت حزينه. المهم كنتمنى يكون عندكم ونشوفكم في فيديو جديد غدا غادي نشدو الطريق لواحد البلاد اخرى نفس الجزيره ولكن نمشيو نتعمقوا في الثقافه ديالهم. المهم الجيل الجاي نشوفكم في فيديو جديد.